مزرق الله. ها اجى المختار ابو وضاح. اهلين وسهلين. اهلين ابو وضاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريف 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 مختار شريف. شريف عبد الله. عمتي معليش اخذ الميتان تبع وضاح معي. اختي شو ما بدك بس اتركي لي شيء من ريحته. يلا يلا السلام عليكم. يلا اختي شو مطولة؟ لا ما لا مطولة. يلا خفيها شوي صفوان ناطرنا تحت. شو؟ صفوان؟ ايه صفوان. اهلين بعمي ابو الضاح. يسعد لي مساك والله. لوين فايتوا لا؟ جاي عاونوا لابو حجوم. الله يعين صفوان. اطلع لبرا اطلع لبرا يا كلب يا واطي. ما زالك عم تحكي عن وضاح المخيل اللي بيستاهل الاعدام. شلون فايت على بيته ها؟ شلون فايت؟ شو؟ وضاح خاين ولا؟ لا عمي لا انا ما حكيت هيك شي بنو. بلا انت حكيت هيك. اخ يا كلب يا واطي ولك بضربك من شرفتك بحسب الله ما خلاك. دق ما بتعرف عم تسوي ايه؟ انت يا عمي بشكلك بيضربوني. وجعك شيء؟ لا 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 عمي ابو وضاح هذا فردك يحرم علي احمله اذا ما اوصته لهالواطي. لا عمي لا اتركه اتركه. عمي ابو وضاح اذا بدك رويدة تضل عنكم خليها عنكم والقبضاي يفتح تمه بكلمه واحده. لا عمي لا خليها تروح. قوم تغرني قوم. يلا يا كريم يا رب الله يبقى اخوي. وحنا يوفقك يا صفوان. ندو حيلك إلهي. والله لا طرد قدي من والله. عم يجعك شيء؟ لا لا على مهلك على مهلك على مهلك. عود 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 ودي على أنتي عود ودي على أنتي. أنتي نضل عندكم اليوم؟ لا يا عمتي روح نعمل بيتكم بلكي الويدة بتتونس فيه. رجدي مور عمي أبو الطاح ما بدي جنس مخلوق يعرف باللي صار. تمر عمي. وهذا الواطي لا تعلق معه عمي لا تعلق معه. تمر عمي. امشي امشي امشي. هيك صار عرضك بقلب بيتك. لك هلك ابن عمي لك البني آدم أهم شي بحياته الأرض. بدك تدري عمك أبو وضاح وعمتك أم وضاح حرقولي قلبي حرق. شو بدأ بالحكي يا أخي؟ سيدي دخيلك بكرة بتعودوا بينسوها. لك صحيح سيد اسألك شلون إجا من قلبك تدفشوا هديك الدفشة لعمك أبو وضاح؟ علي الحلال نكدت له كرشه نكد. ايه مو بس بدي يدفشوا وبدي ادفش اللي خلفوه كمان. لكن انا لك انا بدي اشم علي يضربني. اب محجوب عليه رجلي. اسمع صفوان افندي اول باشتان انا من هون ورايي صار اسمي اب عشاج. تاني باشتان انت من هون ورايي عدوي الوحيد بالحاره. تالت باشتان اذا بتقلي سلام عليكم رح طقفشك بنص راسك. سامع شو عم اقول لك؟ لك رجلي. الله يسامحك يا أبو عشاش الله يسامحك. هلأ هيك الواحد بيحكي مع ابن عمو لأ مشان مين؟ مشان نمر الخشاب. نمر الخشاب بيكون جوز عمتك وكبير الحارة ومختارها. إيه لأنه جوز عمتي ولأنه كبير الحارة ومختارها ما لازم جنس مخلوق يضرب اللي صار. هاي الأمور بتنحل بقلب العيلة ما حدا بدرى فيها. شو صفوان أفندي خايف ليدرى العقيد أبو فهد بالقصة ويحاسبك عليها؟ إيه لا مو لا مو قصة خوف بس يعني أنا قصدي أصلا عمي أبو وضاح نبه علي مبارح إني ما جيب سيرة لجنس مخلوق. بالله عن جد عم تحكي؟ إيه الحق بإيده حق بإيده يعني مو حلوة بحقه. مو لأنه مو حلوة بحقه
لا، لأنه عمي أبو وضاح ما بده العقيد أبو فهد يضرب القصة ويحاسبك عليها، وأنت بتعرف العقيد أبو فهد قديش بيعزه لعمي أبو وضاح وللمرحوم وضاح. يعني إذا دري بالقصة رح يصير شي ما بيعجبك بنوب. لك أخي شو جاب سيرة العقيد هلا؟ يا ابن عمي يا أبو عجاج، مثل ما قلت لك هذا العقيد بيضل غريب، وهيك حكاية ما بيصير تطلع لبرا بنوب. مزبوط أخي مزبوط، اللي عم يحكي صفوان مزبوط. عم يحكي مزبوط. اي والله واللي اسمه الله، لو ما عمي أبو وضاح وقف الطريق امبارح لكنت أوستك وعديت. الله ما خلقك. الله يسامحك يا أبو عجاج، الله يسامحك. على كل حال أنا اللي عندي قلته، ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا بتحكي معي من هون ورايح. لك رجل وحد الله يا رجال، وحد الله. لا إله إلا الله. لكان أنا بعد هالعمر يزني ولد كلب مثلها وببيتي يا باطل. الله يكسر ايده من شرشينها، يا الله ينتقم منه. يقول على ابني خاين ويستاهل الإعدام. الله لا يوفقه لا هو ولا أمه. إلهي ورجيني فيهم يوم أسود. لا ومين بيكون؟ ابن حماي. لك أنا غريب شو بدي أقول. أنا يا حرمي بعد اللي صار ما عاد في لي قاعدة بهالحارة. يوه ولوين بدك تروح؟ لوين ما كان شو بدي أقعد ساوي بهالحارة؟ صير مسخرة على الكبير والصغير. فشلوا. أنت كبير الحارة ورح تضلك كبير الحارة، وما حدا بيقدر يعلم عليك. كبير الحارة؟ هذا أيام زمان، أيام أبو أدهم وأبو عبده وطاح الله يرحمه. وهلا هلا وبكره وبعدين انت الكبير ورح تضلك كبير. عمتي موضح فوت. عمتي فوت. موضح لا تحكي شيء قدام رجلي. حاضر. خاين هالطرفون خاين قرب عالطرفون قليل قصب وجبان هالطرفون. استعدي بالرحمن يا رجال، قوم روح اقعد بمضافتها. ليك كبارية الحارة كلاتن قاعدين هنيك تتونس معهم. موضح هاي تالت جمعة بتمر ورويدة ما بينت. لا يكن لك فكرة بنوم، إيش كان بدك هلا بروح بجيبها. لا 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 تروحي، ما بدنا نعمل لها مشاكل مع أخوها. ياه مشاكل شو؟ ما هو يتكفل قدام المختار أبو قاسم إنه صير يبعتها كل جمعة نهار. مختار؟ صفوان عم بيمشي مثل ما بده. الله لا يوفقك يا صفوان. طب شو رأيك؟ جاي على بالي روح لعند أبوه احكي له كل شيء. أبوه؟ أبوه ليش بيمون على حاله لحتى يمون على ابنه؟ خاين هالطرفون خاين قرب عالطرفون. ولك هذا ابن الكلب هاد ترك الدنيا ورجع بباب بيتنا. قلت لك من هيك المره خليني اطلع على عيني وما خليتني. لانه بيقصد وضاح ما هيك؟ شلون يعني؟ ايه بدي اقوم امسح الرقبه تبعه. قولي على عمتي الله يجبرك اقعد. انت حسان تسند حالك انت؟ ايش كان هيك اصلا؟ الله ينتقم منه، الله يصطفي فيه. استهدي بالرحمن يا رجال، استهدي بالرحمن. رويدة يا رويدة يا رويدة. نعم تقبرني؟ أنا رايحة على بيتك، روحي دكي ملايتك وخلينا نروح لعندهم بتسلي لك شوي. ما بدي. يو ليش ما بدك تروحي؟ هيك يا ابو الناقص على شو هالنمرة دي كلها؟ لك وفيقة كرمال الله تركيني بحالي. بالله شو؟ ليكي يا خانم من هون ورايح كلمتي هي اللي بدها تمشي بالبيت. وفيقة أنا ما ضل شي بحياتي خاف عليه، ورحمة روح الغوالي بتبحك وبخنع حالي. يوه خوفتيني. عم برجو. لك شبكون شبكون ليه صوتكم طالعة؟ ما في شي. شلون ما في شي؟ شو في؟ أنا لأختك عبده كله لأنه قلت لي أنا رايحة على بيت أهلي. دكي ملايتك ودعي روحي معي بتتسلي لك شوي، حرمت والتامت علي. شو فيها لك أختي؟ شو فيها؟ روحي معها ما فيها شي.
انا لسه ما خلصت عدتي. يا والله مزبوط مزبوط، لسه ما خلصت عدتها وفوا. بكره بس تخلص عدتها بتاخديها على بيت اهلك تسلوا قد ما بدكم. بس انا ما بدي اروح لعند اهلها، لا هلا ولا بعدين. ها سمعت؟ سمعت بيدنك شو عم بتقول؟ لك ليش لك اختي؟ ليش هيك عم تحكي؟ هيك ان شاء الله عمره ما حدا يروح. شو بتقبرني؟ شوف شو جاي على بالك تفطر وجيب له لاخواتك مشان يطبخوا لك، لانه انا بجوز اتعوق عند بيت اهلي. انا فايت اجيب محجوب من عند عليا. يا عليا شو جاي على بالكم تفطروا اختي؟ سلا للست الخانه وشو بتحب تفطر اليوم؟ وفيها وفيها امور. شو جاي على بالك تاكلي؟ ايوه يعني على اساس ما بتعرف انا على شو عم بتوحم وبتشهون من اول رمضان. لك ايه ذكرت ابن عمي تشكل قاسي كتر هون شوي، ما بتعرف بركض اهلي اجوا يفطروا معنا. لا تكرم عينك وعين اهلك انك ان شاء الله بتقبري قلبي امر. لك شو سلم نحن بسقاء يا عاد تقبرنا. لك خلصنا بقى ولا؟